احنا الان مشوازدين في فضاء ديال الارما اللي كاين في بلاي بلانكا اللي كاين في مدينه طنجه. احنا كنديروا بزاف ديال الانشطه اللي عندهم علاقه بالبيئه وباش الشاطئ ديالنا يبقى نظيف. كنجيبوا الوليدات هنايا في الصباح، كنديروا حمله تحسيسيه وتوعويه في نفس الوقت، كنجمعوا الازبال، كنوريهم النوعيه ديالو، كنوريهم مدى الخطوره ديالو، بحال مثلا خصوصا النفايات ديال البلاستيك، علاش؟ حيت كيتحلوا من بعد واحد السنين كثيره وكيضرونا في الصحه ديال الانسان. علاش؟ كيبقاو يتجمعوا في البحر وكياكلوا مثلا الاسماء، وهما الاسماء بالفعل ديالهم كيرجعوا مثلا للانسان. ودابا حاليا تقريبا كاين شي جوج قارات ديال 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 تقريبا ديال النفايات، يعني هادشي غادي في واحد المنحة التصاعدي، يعني خطير جدا. داكشي علاش كنديروا بزاف ديال الالعاب والانشطه اللي عندهم علاقه بالبيئه وبالماء، حتى حتى الماء هو غادي وكيقل، كاين واحد الندره ديال المياه. كون هنايا في بلاي بلانكا، والنهار اللي كانوا جاو هاد ارما حسيت بلي هاد المتعه هذا خصيصا لي، على حسب انا كيعجبني اني ننظف البحر ديالي باش ملي يجيو الناس يشوفوا هذا بحر مزيون يعجبو معايا يبحروا فيه بحالنا حنايا، على حسب انا كيعجبني ننظف وهذه من الطبيعه ديالي. اللي ما جينا الشاطئ ديال بلاي بلانكا وجبرنا فضاء ديال ارما، كيعملوا حمله ديال النفايات وداكشي، و جيت انا والعائله ديالي وشاركنا في مسابقه ديالهم.